قناة الميادين، قناة عربية لبنانية مستقلة متنوعة، وهي جزء من شبكة الميادين الإعلامية، يديرها الإعلامي الكبير غسان بن جدو. مقرها بيروت، ترخيصها بريطاني، لها عدة مكاتب بعواصم رئيسية: أنقرة، طهران، واشنطن، لندن، بكين، موسكو، ولها مكتبين رئيسيين بالقاهرة ومكتب آخر بالعاصمة تونس. تأسست بتاريخ 11 يونيو من سنة 2012. تبث برامجها على القمر الصناعي نايسات 7 درجات غربا، على التردد 11391، عمودي معدل الترميز 27500، كذلك على القمر الصناعي الأوروبي هوتبرد 13 درجة شرقا، على التردد 12111 عمودي معدل الترميز 27500. تتوفر القناة على جيش من الإعلاميين المحنكين من الجنسين مدججين بمراسلين منتشرين في جميع أنحاء العالم لنقل كل صغيرة وكبيرة في السياسة والرياضة وعالم المال والأعمال وغير ذلك، وذلك لتقديم منتوج إعلامي متكامل لكل حرفية ومسؤولية من خلال برامج متنوعة حتى القدس ومنه إلى ما بعد العرض، دخولا إلى بيت القصيد، خوفا وهربا من فيروسات دبلوماسية. قناة الميادين تغطي كل الميادين. إلى اللقاء.